بنحب نشارك كل حاجه لان ده الفن المصري ودي بلدنا ودي كلها كان لازم اشارك في الاحسن دي وسعيده قوي. بشكر الدكتور ابراهيم ابو زكري جدا على المجهودات اللي هو بيعملها لنجاح المونديال وان شاء الله هقدم حفل الختام على والاعلامي الكبير فرق. شايف المهرجانات الفنيه ممكن تقرب من العرب؟ اكيد تجمع الكوكبه الكبيره دي من نجوم الفن ومن الاعلاميين من كل انحاء الوطن العربي دي مناسبة حلوة قوي وفرصة حلوة قوي ان العرب يجتمعوا في حاجة كويسة. احنا دايما يعني بنقول اجتمعوا وخليكم ايد واحدة. يمكن المونديال اكتر حدث بيجمع عدد كبير جدا من الاخوة العرب. ايه جديد للنجمة سمر الشيخ؟ فيلم الليلة الكبيرة ان شاء الله هينزل في اجازة السنة ولسه بدور على ورق بقى.